هنبدأ معاكم جولتنا الرياضية بفوز الزمالك على فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح بسد القاهرة في إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الإفريقية ليحقق لقب البطولة مستفيدا بقاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1. حمزة المثلوثي لاعب الزمالك حصل على جائزة رجل المباراة فريقه أمام نهضة بركان واللي فاز فيها الزمالك وتوج بلقب الكونفدرالية. ونروح لدوري الإسباني ونبدأ معاكم من تعادل فريق ريال مدريد مع فياريال بنتيجة 4-4 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي. فريق برشلونة حقق الفوز على نظيره رايو فاليكانو بنتيجة 3-0 في المباراة جمعت الفريقين في إطار مباراة الجولة 37 من منافسات الدوري الإسباني، وضمن برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، فيما يتواجد فريق رايو فاليكانو بالمركز 16 برصيد 38 نقطة. ونروح للدوري الإيطالي وتعادل فريق إنتر ميلان مع لاتسيو بنتيجة 1-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح في إطار مباراة الجولة 37 من منافسات الدوري الإيطالي للموسم الحالي، وبيتصدر إنتر ترتيب الدوري برصيد 93 نقطة بينما يتواجد لاتسيو في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة. ومن الدوري الإيطالي نروح للدوري الإنجليزي وفريق توتنهام فاز على فريق شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من المسابقة، ورفع فريق توتنهام رصيده إلى 66 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليضمن مشاركته في بطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاي. وكمان فيما هبط شيفيلد يونايتد في وقت سابق من الموسم ليتوقف رصيده عند 16 نقطة. فريق تشيلسي حقق الفوز على بورنموث 2-1 خلال المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح في الجولة 38 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ووصل تشيلسي بهذا الفوز إلى نقطة 63 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري ليضمن المشاركة أوروبيا الموسم الجاي. في المقابل بيحتل فريق بورنموث المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة. فريق ليفربول فاز على ولفرهامبتون بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وحافظ ليفربول على تواجده في المركز الثالث برصيد 82 نقطة بينما تجمد فريق ولفرهامبتون في المركز الـ 14 برصيد 46 نقطة. فريق أرسنال فاز على فريق إيفرتون بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الختامية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتواجد فريق أرسنال في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 89 نقطة، ده بفارق نقطتين لصالح المتصدر مانشستر سيتي، بينما يتواجد فريق إيفرتون في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة. فريق مانشستر سيتي توج بالبريمير ليج للمرة العاشرة في تاريخه والرابعة تواليا بعد فوزه على ويست هام يونايتد بنتيجة 3-1 في المباراة اللي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمنا ومصطفى عشان نكمل معاك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا.